السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبة المجمع التعليمي التكنولوجيا المتكامل بأسيوط. معكم المهندس أحمد مصطفى محمود. إن شاء الله بإذن الله تعالى هنكمل مع بعض الشيت مديول 5، آخر حاجة نحل فيها مع بعض إن شاء الله، اللي هي القدرة على نظام التلاتة فاز. يبقى نحل الشيت القدرة على نظام التلاتة فاز بإذن الله تعالى. طيب، السؤال الأول بيتكلم بيقول إيه؟ بيقول لديك موتور 3 فاز، يبقى عندك موتور 3 فاز بالشكل ده، يمكن اعتباره حمل ايه؟ متزم موصل بتوصيلة استار، وعرفنا توصيلة استار ايه. وهذا الموتور يسحب قدرة فعالة. ايه القدرة الفعالة؟ اللي هي اكتف باور، اللي هي بنرمز لها الرمز ايه؟ بي. بيساوي كام؟ عطالك 6.6 كيلو وات من شبكة الكهرباء، حين يتم توصيله بمصدر جهد 3 فاز له جهد كام؟ ال V line عطالك بكام؟ ب 220 فولت، وتيار ال I line كام؟ عطولك ب 18.2 امبير. احسب ايه معامل القدرة للموتور. ايه المعامل القدرة؟ احنا عرفناها قبل كده، اللي هي الباور فاكتور، خلاص، اللي هي الكوزاين فاي. تمام. طيب، عرفنا السؤال الأول، دلوقتي هنحل السؤال الأول مع بعض. تمام، عرفنا إن إحنا عطينا معطيات إيه؟ البي بكام؟ ب 5.6 كيلو وات، والفي لاين عطولها بكام؟ ب 220 فولت، وعطيك الأي لاين بكام؟ ب 18.2 أمبير، وعايز مين؟ المعامل القدرة أو اللي هي الباور فاكتور أو هي برضو الكوزاين فاي. أنا أتمنى إن شاء الله يعني إن أنتوا تعملوا كده، يعني إن أنتوا أي معطى عطولكم تكتبوه في الأول، عشان بس تعرفوا ايه القوانين اللي تستخدموها وايه الحاجات اللي انتوا عايزينها توصلوا ليها، عشان توصلوا للاخر ايه للمطلوب اللي هو عايزه. خلاص. طيب، انت دلوقتي هو عايز الكوزاين فاي، وعندك في لاين واي لاين، فانتوا عارفين هنستخدم قانون ايه. اول قلنا اول ما نشوف الفي لاين واي لاين هنستخدم قانون ايه؟ هنستخدم القانون اللي هو البي 3 فيز بيساوي الجذر 3 في الفي لاين في الاي لاين في الكوزاين فاي. برافو عليكم. يبقى اول ما تشوف في لاين واي لاين هنستخدم القانون ده على طول، اللي هو جذر 3 في لاين في الاي لاين في الكوزاين فاي. طيب، البي 3 فيز عطالك بكام؟ كلها ب 5.6 كيلو، بقى هنحطها بكام؟ اللي هي 1000، اللي هي برضو في 10 اس 3، هو هننسى الكيلو دي. تمام، يبقى الكيلو دي او نستناها 10 في 10 اس 3 او اللي هي 1000 بتساوي جذر 3 تنزل زي ما هي. الفي لاين عطلنا بكام؟ ب 220، يبقى جذر 3 في 220. في الاي لاين في كام؟ لا، عطلنا ب 18.2 في كوزاين فاي اللي هي عايزها. طب عشان نجيب كوزاين فاي دي بتساوي ايه بقى؟ يبقى هنقسم ال 5.6 في 10، 5.6 في 10 اس 3 على جذر 3 في 220 في 18.2 بتساوي كام؟ 81%. يبقى دي ايه؟ دي معامل القدره. يبقى دي بتساوي الباور فاكتور، اللي هي اختصار قلنا ايه جملنا قبل كده، البي اف. يبقى دي معامل القدره اللي هو عايزها. خلاص. طيب، دلوقتي نخش على السؤال الثاني. السؤال الثاني ده سؤال مهم، تمام، نركز فيه جامد خالص. بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك لدينا عمارتان سكنيتان، يمكن ان نعتبر كل عماره منهم حمل متزن. يبقى الاحمال بتاع العمارتين متزن، متصلين مع مصدر 3 فاز 240 كيلو فولت ار ام اس. طب دلوقتي هنا يا باشمهندس، دلوقتي انتوا عارفين الروت مين سكوير، وخلاص وعرفنا ان احنا دايما بنستخدم القيمه الار ام اس اللي هي روت مين سكوير. طب دلوقتي يا باشمهندس، هو دلوقتي مش عاطيني في لاين ولا في فيز عشان استخدم، عشان اطبق القوانين والكلام ده. طيب دلوقتي انت ما عطاكش الفي لاين وفي فيز، يبقى اول ما يدكش او اول ما مش بيديك الفي لاين وفي فيز ومعرفكش الفي لاين وفي فيز، يبقى اول ما تشوف كده على طول دي بتعرف ان دي كده عطيك الفي لاين. تاني، يبقى دلوقتي لو ما حددلكش ازاي في المثل الاولانيه عطيك الفي لاين بيساوي كذا او الفي فيز بيساوي كذا، طالما سايبها لك كده عايمه من الاخر، يبقى دلوقتي كده يبقى تعرف ان هو كده عطيك الجهد الخط اللي هو الفي لاين. يبقى معنى كده ان طالما كده يبقى دي في لاين بتساوي ايه؟ 240 كيلو فولت، كما هو موضح ايه بالشكل. طب العماره الاولى دي بتستهلك ايه؟ قدره فعاله اللي هي بي 1 بتساوي 30 كيلو وات، ولها معامل قدره 6.10. والعماره الثانيه دي بتستخدم ايه؟ تستهلك قدره غير فعاله اللي هي كيو 2 45 كيلو فار، ولها معامل قدره 8.10. عايز يحسب ايه الاتي؟ عايز يحسب اول حاجه القدره الظاهريه اللي تسحب العماره الاولى من شبكه الكهرباء، عايز يحسب الاس 1،
وعايز يحسب القدرة الغير فعالة لتسحاب العمارة الأولى Q1، وعايز يحسب القدرة الصغيرية لتسحاب العمارة الثانية يعني عايز S2 برضو، وعايز يحسب القدرة الفعالة لتسلك العمارة الثانية عايز B2، يبقى عايز S1 وعايز Q1 وعايز S2 وعايز B2 وعايز القدرة الظاهرية لتسحاب العمارتين معا، عايز ايه القدرة الظاهرية التوتال المجموع بتوع العمارتين مع بعض. عايز ايه بيقول لك اخر حاجه، بيقول لك بافتراض ان ترتيب فازات المصدر اي بي سي، يعني افترض ان الجود دي الخط ده والخط ده والخط ده، ده A وده B وده C، عايز يحسب تيارات ايه الخطوط الاي لاين 2 واي لاين 1 الخاصه بالعماره الاولى والعماره الثانيه. يلا ندخل مع بعض نشوف الحل. يبقى دلوقتي هنشوف الحل للسؤال الثاني مع بعض. تمام، انت عندك دلوقتي قلنا في المعطيات لازم نكتب المعطيات الاول قبل ما نحل اي مسألة. عندك احنا قلنا خلاص ال V line بتساوي كام، 240 كيلو فولت اللي هي ال VRMS اللي هو كان عطانا. وعندك العمارة الاولى قلنا بتعمل ايه، بتستهلك ايه، B1 كام، ب 30 كيلو وات، وكوزاين فايل بيتا 1 بكام، ب 6 من 10 الخاصة بالعمارة الاولى. وعندك ال Q2 الخاصة بالعمارة التانية بتساوي كام، 45 كيلو فار، والكوزاين فاي بتاعتها الاثنين كوزاين فاي 2 برضه الخاصة بالعمارة التانية بكام، عطالك ب 8 من 10. دلوقتي هنبدأ بقى ايه نجيب المطالب اللي هو عايزها. خلاص طيب، عندك احنا قلنا في قانون وسبق شرحه وعرفناه جبناه منين، تمام، من درس النظام التلاتة فاز، القدرة في تلاتة نظام تلاتة فاز. عندك بيساوي ايه، الاس 1 بتساوي البي 1 في الكوزاين فاي 1. خلاص ده ايه لو تفتكروا ده جبناه من مثلث القدرة اللي هو الباور تراينجل. خلاص طيب، ال S1 بتساوي ايه بقى، يبقى هنعوض على طول ال B1 عطاها لنا ب 30 كيلو وات، يبقى 30 في 10 أس 3 في الكوزاين فاي 1 هي بكام، ب 6 من 10 تطلع كام، 18 كيلو فولت امبير. يبقى نخلي بالنا الاس دي اللي هي مين، الابيرنت باور ده هي القدرة الظاهرية، وقلنا وحدتها ايه فولت امبير. خلاص طيب، نخش بقى على المطلوب الثاني اللي هو Q1. يبقى Q عندك برضو القانون ايه، Q1 بتساوي ال S1 في ساين فاي 1. هو خلاص يا هو كان عايز S1 وعايز ال Q1، فاحنا جبنا S1 خلاص من القانون اللي هو ايه B1، S1 بتساوي B1 في كوزاين فاي 1، وجبنا ال S1 طلعت بكام، ب 18 كيلو فولت امبير، عوضنا تعويض مباشر على طول مفيهاش اي حاجه. طيب رقم 2 عايز Q1، Q1 يعني عندك قانون برضو من مثلث القدرة جبناه بيساوي ايه، Q1 بيساوي S1 في الساين فاي 1. ال S1 اللي احنا جبناه في الاول في المطلوب الاول بكام، 18 في 10 اس 3 في ساين فاي 1. ساين فاي 1 عندك ايه بقى، طب نجيب ازاي ساين فاي 1 بقى، ركز معايا بقى، جبنا ازاي ساين فاي 1 دي، الوقت ان فاي 1 دي مش دي زاوية، يبقى لازم نحط الساين وبعد كده الزاوية، الزاوية دي لل 53 و13 من مية دي درجة دي، أنا جبتها منين؟ أقول لكم أنا جبتها إزاي. طب أنتوا مش عندكم أنتوا كوزاين فاي 1 دي مش بتساوي 6 من 10؟ أيوه تمام يا باشمهندس. طيب دلوقتي أنت لو مسكت الآلة الحاسبة بتاعتك الجميلة دي تمام وعملت شيفت، أنتوا عارفين طبعا زرار الشيفت، وعملت شيفت كوزاين وعارفين ايه زرار الكوزاين في الاله الحاسبه، لو عملت شيفت كوزاين هيطلع لك حاجه اسمها كوزاين انفرس، كوزاين اس سالب واحد كده فوق، وبعد كده هيبقى فاتح لك قوس، يبقى فاتح لك قوس وتكتب مين، الستة من عشرة دي، وبعد كده تقفل القوس وبعد كده تدوس كلمة يساوي. يبقى أول حاجة تعمل شيفت كوزاين وتكتب الرقم ده اللي هو 6 من 10 وتقفل القوس، هتلاقي عطيك الزاوية دي، الزاوية دي اللي هي كام؟ عطيك القيمة دي اللي هي 53 و13 من 100. خلاص؟ يبقى عشان كده دي S1 جبناها 18 في 10 أس 3 في ساين الفاي 1، عرفنا جبناها ازاي؟ قلنا هنجي هنعمل شيفت كوزاين وبعد كده نكتب 6 من 10 ونقفل القوس وندوس يساوي، هتطلع كام؟ 53 و13 من 100. يبقى زود الفاي 1 بكام؟ ب 53 و13%، يبقى القيمة كلها دي لو ضربتها بالآلة الحاسبة هتطلع كام؟ 14 و400 كيلو فار. خلاص؟ يبقى 14 400 كيلو فار. احنا عرفنا الكيو دي اللي هي قدرة غير فعالة وحدتها فار. خلاص؟ نخش بقى على رقم 3 مطلوب التالت اللي هو عايزه. Q2 بقى بيساوي ايه؟ قلنا برضو بيساوي S2 في ساين فاي 2، يبقى دي خاصة بمين؟ العمارة التانية بالعمارة الأولى. خلاص خلصناها، جبنا ال S1 بتاعت العمارة الأولى و Q1 بتاعت العمارة الأولى، الوقت عايز يخش على العمارة التانية، يبقى Q2 بيساوي عايز ال Q2 بتاعت العمارة التانية، يبقى Q2 بيساوي ال S2 في ساين فاي 2.
طب اس 2 عشان نجيب اس 2 بيساوي ايه؟ كيو 2 على ساين فاي 2. انتوا عارفين كده طبعا العلاقات الرياضيه. كيو 2 اللي هو عطانا بكام؟ ها ب 45 كيلو فار، يعني 45 في 10 اس 3 على ساين فاي 2. قلنا ساين، طيب فاي 2 هجيبها ازاي برضه يا باشمهندس؟ نفس الطريقه اللي جبناه بيها فاي 1، برضه هنعمل شيفت كوزاين ونكتب 8 من 10 بتساوي تطلع كام؟ 36 و87 من 100 درجه. يبقى لو قسمنا دي على دي هتطلع كام؟ 75 كيلو فولت امبير. واحنا عرفنا القدره الظاهريه الوحده بتاعتها برضه فولت امبير. دلوقتي هنكمل مع بعض حل السؤال التاني. تمام، طيب خلاص، يبقى الرقم 4 كان عايز ايه؟ بي 2. طب عشان نجيب بي 2 يبقى لازم نستخدم قانون مين؟ اللي هو بتاع مثلث القدرة احنا جبناه قبل كده، اللي هو اس 2 بيساوي بي 2 في كوزاين فاي 2، دي الخاص مين؟ بالعمارة التانية. طب عشان نجيب بي 2 دي يبقى نقول ايه؟ بي 2 بتساوي اس 2 على كوزاين فاي، واس 2 احنا جبناها قبل كده كام؟ ب 75 في 10 اس 3. تمام، 75 كيلو فولت امبير، يبقى 75 في 10 اس 3 على كوزين فاي 2 عطاهالنا هي معطى بكام؟ ب 8 من 10. يبقى لو قسمنا ال 75 في 10 اس 3 على 8 من 10 هيدينا كام؟ 93 و750 كيلو وات. خلاص، طبعا اهم حاجه ما ننساش الوحده. طب رقم 5 عايز ايه؟ كان عايز الاس توتال اللي هي اس ظهري، وعندنا القانون اس توتال بيساوي ايه؟ الجذر التربيعي لبي توتال تربيع زائد كيو توتال تربيع. يبقى لازم نعمل ايه؟ طب عشان نجيب البي توتال، البي توتال الخاصة بالعمارتين، يبقى نقول يبقى البي بتاعت العمارة الأولانية بي 1 زائد بي العمارة التانية بيساوي البي العمارة الأولانية كان عطاها لنا هو معطى في المسألة بكام؟ ب 30 زائد بي 2 احنا جبناها بكام؟ ب 93 و750. لو جمعنا 30 و73 و93 و750 بتطلع كام؟ 123 و750 كيلو وات. خلاص، ما احنا ننساش واحدة. طب الكيو توتال بيساوي ايه؟ كيو 1 زائد كيو 2. طب الكيو 1 جبناها بكام؟ ب 14400 زائد كيو 2 كان عطاها لنا كام؟ هو الخاص بالعمارة التانية كان عطاها لنا برضه معطى في المسألة بكام؟ ب 45. يبقى لو جمعنا الاتنين مع بعض هيدينا كام؟ 59 و400 كيلو فار. وبعد كده طالما جبنا بي توتال والكيو توتال هنقدر نعوض بالقانون ده على طول. يبقى هنجيب الاس توتال، الاس توتال بتساوي ايه؟ الجذر التربيعي البي توتال. بي توتال كام؟ احنا جبناها ب 123 و750 لكل تربيع، زائد الكيو توتال بكام؟ جبناها 59 و400 لكل تربيع. تبقى بالآلة حاسبة هتطلع كام؟ 137.3 كيلو فولت أمبير. طبعا ما ننساش القدرة الظاهرية وحدتها فولت أمبير. خلاص، طب نيجي بقى لآخر حاجة اللي هي رقم 6، اللي هو كان إيه؟ باعتبار إن التيارات الفازات A B C مش عارف إيه، وعايز يحسب الأي لاين 1 والأي لاين 2 الخاصة بالعمارة الأولى والعمارة الثانية. طب ركز معايا في المطلوب بتاع ده، اللي هو المطلوب الأخير اللي هو عايزه ده. طيب انا عايز اعمل حاجه دلوقتي، عايز يجيب الطيارات اللي هو الاي لاين 1 والاي لاين 2 الخاصه بمين؟ بالعماره الاولى والعماره الثانيه. طيب عايزين نفرض حاجه، نفرض ان جهد الفازات ايه دلوقتي؟ هو مش كان عاطينا الجهد اللاين اللي هو في لاين بيساوي كام؟ قلنا لو تفتكروا 240 كيلو فولت. طب دلوقتي احنا عايز افرض بقى جهد الفازات كالاتي، الفي اي كام؟ انه مش هو كان عاطينا، هو عاطينا الفازات A وB وC، فانا هعمل في اي وفي بي وفي سي. طب ال VA بيساوي ايه؟ 240 انجل 0 على جذر 3. طب ليه جذر 3؟ دي في فيز، ما هي في ايه فيز، واحنا عاطين الفي لاين، وانتوا عارفين التوصيله كانت نجمه لو تفتكروا. فالنجمه عندك الفي لاين بيساوي الجذر 3 في فيز، فعشان هنجيب الفي فيز يبقى هنقول الفي لاين على جذر 3، والفي لاين عطانا بكام؟ ب 240 كيلو فولت. خلاص، يبقى 240 انجل 0 على جذر 3. خلاص، يبقى 240 انجل 0 على جذر 3. طيب الفي بي بتاعت الفيز، انا هفرض الزاويه دي، الزاويه دي انا هفرضها، نقول مثلا جهد الفازه الاولى بزيرو، الزاويه زاويه الفازه الاولى، جهد الفازه الاولى بالزاويه بتاعته بزيرو. طب جهد الفازه الثانيه برضو 240 على جذر 3، بس الزاويه بتاعته خليتها سالب 120 درجه. قلت هو الكلام ده انت المفروض سبق شرحه، المفروض الكلام ده انت عارفينه اصلا. خلاص، والجهد الفازة بتاعت السي
الجهد السي الخط السي بكام؟ برضو 240 على 3، بس الانجل كام؟ 120 درجة. هنا السي يبقى انا 0 سالب 120 20. خلاص. طيب يبقى عشان نجيب الفاي او الزاوية بتاعت الباور فاكتور الاولاني، انتوا عارفين الزاوية الفاي بتاعت الباور فاكتور الاولاني بتساوي ايه؟ الفاي فولت الزاوية بتاعت الفولت ناقص الزاوية بتاعت الكرنت. انتوا بتكون عارفين القانون ده كويس. يبقى الزاوية بتاعت الباور فاكتور بتساوي ايه؟ زاوية الفولت ناقص زاوية التيار. طيب يبقى هنا طبعا انت عارفين زاوية الباور فاكتور، انتوا بتفتكرين اللي هي كوزين فاي اعطانا كانت بقيمة كذا. عشان نجيبها قلنا عشان نجيب الزاوية هتطلع كام؟ 53 و13 من 100، فقلنا 53. يبقى 53 بتساوي زاوية الفولت كام عطانا؟ فاحنا لو ناخد الفيزياء بتاعت الايه كام عملناها، احنا فرضناها بزيرو. برافو، ادي زيرو عوضنا مكانها زيرو، ناقص الفاي زاوية التيار دي اللي انا هنجيبها. فهنجيب عشان نجيب زاوية التيار بقى بتاعت الفيزياء ايه خاصة بيه هتطلع كام؟ هنودي دي الناحية التانية. تمام. يبقى تلاتة زيرو ده هنودي الناحية التانية، يبقى 53 ناقص زيرو 53. يبقى 53 بتساوي سالب الزاوية بتاعت التيار، فيبقى تطلع كام؟ يبقى زاوية التيار بتاعت الايه خاصة تطلع سالب 53، عشان السالب ده اللي احنا ايه موجود معاها، يبقى سالب 53 درجة. خلاص. طب الزاوية بقى بتاعت الاي بي، التيار بتاعت الاي بي، زاوية التيار بتاعت الاي بي هتطلع كام؟ برضه هنعوض بنفس القانون ده عادي خالص. يبقى انا عندي 53 ثابته زي ما هي. طب في الحاله الثانيه بقى زاويه الفولت بقى هنا كام في حاله البي؟ برافو عليكم، سالب 120، سالب 120. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ يبقى هنقول كده هنعوض عادي، يبقى هنقول سالب نفتح قوس 53 زائد 120. دلوقتي لو عملته هنا 53 بتساوي سالب 120، سالب 120 ناقص زاويه التيار بتاعت البي. تمام. يبقى هنقول 53 ناقص هتروح الناحية التانية بشارة مخالفة، يبقى ناقص ناقص هتبقى زائد اهي. يبقى 53 زائد 120 والناقص دي بتاعت مين؟ بتاعت الزاوية بتاعت التيار دي اهي، دي اللي هي دي. خلاص. يبقى بتساوي كام كلها؟ سالب 173 درجة. خلاص. يبقى جبنا مين؟ يبقى زاوية التيار بتاعت البي. طب زاوية التيار بتاعت السي برضه هنعوض بنفس القانون ده، يبقى هنا 53 بس هنحط هنا السيتا في بتاعت الزاوية بتاعت الفولت كام؟ 120 درجة بس. برافو عليكم. هنعوض عنها تطلع برضه كده 53 ناقص 120، والسالب ده عرفنا بتاع مين؟ بتاع الزاوية بتاعت التيار نفسها اللي هي دي الموجودة الإشارة دي، تطلع كام في الآخر؟ 67 درجة. خلاص. يبقى عرفنا كده إيه الزوايا بتاعت التيارات. تمام. يبقى كده سهل جدا هنقدر نعوض بالقانون ده اللي انتوا عارفينه اللي هو بي 1 بتاع العمارة الرمليه بيساوي جذر 3 في لاين في الاي لاين 1 في الكوزين فاي. خلاص. طيب منها هنجيب ايه؟ الاي لاين 1. الاي لاين 1 بكام احنا عارفينها؟ يبقى هنجيب الاي لاين 1 هنقسم ايه البي 1 على جذر 3 في الفي لاين في الكوزين فاي 1. طب البي 1 بكام؟ ب 30 في 10 اس 3 على جذر 3 في الفي لاين بكام؟ ب 240 كيلو، اهم حاجه الكيلو بقى نضربها في 10 اس 3 عشان ما ننساهاش. في الكوزاين فاي 1 بكام؟ ب 6 من 10، دي عطاها لنا برضه معطى من ضمن المساله الموجوده. يبقى بيساوي كام في الاخر؟ 12 من 100. 12 من 100 بقى انجل ايه؟ سالب 53، هي ايه؟ بتساوي ايه؟ الاي فيز ايه؟ وانتوا عارفين في حاله تبصيله النجمه الاي لاين بيساوي الاي فيز، فطالما جبنا الاي لاين يبقى هذه هي الاي فيز، وحطينا الزاويه بتاعت مين؟ الاي فيز الايه. طب عشان نجيب الاي فيز بي يبقى هي هتبقى نفس هي القيمه دي الثابته اللي هي 12 من 100، بس الزاويه هي اللي ايه؟ هتتغير، نحط زاويه مين؟ انجل سالب 173. برافو عليكم. يبقى اي فيز بي بتساوي 12 من 100 انجل سالب 173 درجه امبير. طب عشان نجيب الاي فيز بي بكام؟ الاي فيز سي قصدي، يبقى تطلع كام برضو؟ 12 من 100 انجل 67، يعني عرفنا ان زاويه التيار الفيز سي 67 درجه. خلاص. تمام. هنكمل مع بعض حل السؤال الثاني. تمام. انت دلوقتي عرفت خلاص في مطلوب 6 اللي هو كان عايزه، ان هو كان عايز اي لاين واي اي لاين 1 واي لاين 2 خاصه بايه؟ بالعماره الاولى والعماره الثانيه. طب دلوقتي احنا التيارات اللي احنا جبناها اللي فاتت دي اللي هي اي فيز ايه في مطلوب 6 بس، اي فيز ايه واي فيز بي واي فيز سي، كل ده خاص بايه؟ بالعماره الاولانيه.
يبقى جبنا الاي فيز ايه قيمتها كذا، القيمه بتاعتها والزاويه، القيمه بتاعتها والزاويه، القيمه بتاعتها والزاويه، خلاص الاي اي والاي بي والاي سي خلاص. طيب دلوقتي هنخش على العماره الثانيه، العماره الثانيه هنجيب الطيارات برضو الفيزات الاي والبي والسي بس الخاصه بمين، بالعماره الثانيه. طب عندك انت برضو الزاويه بتاعت الباور فاكتور 2، عارفين برضو قلنا ايه، برضو الزاويه بتاعت الفولت ناقص الزاويه بتاعت التيار فاي في ناقص الفاي اي، طيب بتساوي ايه؟ عرفنا جبناها بكام؟ ب 36 و87 من 100 خلاص. طيب بتساوي الزيرو برضو، قلنا الفولت اول حاجه فرضنا ان احنا الجهود برضو اول زاويه فرضناها بزيرو اهي، ناقص الفاي الزاويه بتاعت التيار، هنجيب زاويه بتاعت التيار يبقى فاي اي اي زاويه التيار الخاصه بالفازه ايه بكام؟ هتطلع بسالب 36 و87 من 100. طب برضو الفازه بتاعت الاي بي كام؟ بتاع الزاوية بتاعت الخاصة بالطيار اي بي كام؟ هتطلع برضو هنعوض وعرفنا ان الزاوية بتاعت الفولت كام؟ سالب 120، برضه هتطلع بص نفس اللي عملناه في المطلوب السادس في الخاصة بالعمارة الأولى هو هنعمله برضه في العمارة الثانية، يبقى هتطلع برضو 36 و87 من 100 زائد 120 وبرضه السالب دي بتاعت ايه؟ الإشارة بتاعت الزاوية طيارة، هتطلع كده سالب 156 و87 من 100 درجة. طب طيب الزاوية بقى بتاعت الطيارة الفازة بتاعت السي الاي سي الطيار اي سي برضه هتطلع السالب دي برضه عارفينها ان دي ثابتة اللي هي برضه تقول بتاعت زاوية الطيارة دي، تمام. برضه هنا نطرح دي ان هي 36 و87 ناقص 120 هتطلع كام؟ 83 و13% عشان دي هتطلع كده بالناقص، فالناقص مع سالب هتطير وتطلع موجب يبقى 83 و13% درجة. طب يبقى هنطبق القانون برضه عادي اللي هو بي 2 بتساوي جذر 3 في في لاين في اي لاين 2 في كوزين فاي 2. طب عشان نجيب الاي لاين 2 برضه هنقول بي 2 على جذر 3 في الفي لاين في الكوزين فاي 2، واحنا عندنا بي 2 جبناها ب 93 و683 في 10 اس 3 على جذر 3 في 240 الفي لاين هو عطانا 240 برضه في 10 اس 3 في كوزين فاي 2 في اللي هي 8 من 10 بتطلع كام؟ 28% انجل، هنحط الزاويه بتاعت مين الفازه ايه اللي هي كام؟ سالب 36 و87 درجه امبير اللي هي برضه خاصه بالاي فيز ايه، عشان احنا قلنا طبعا في حد برضه التفصيل على تفصيل على النجمة بيكون الاي لاين بيساوي الاي فيس. طب عشان نجيب بقى الاي فيس بي تطلع نفس هي القيمة اللي هي 28% بس هنغير الزاوية الهنجل كام؟ برافو عليكم، اللي خاصة بالتيار الاي بي ادي اللي هي سالب 156 و87 من 187 من 100 درجة امبير، ما ننساش برضو الواحد اهم حاجة. وعشان اخر حاجة بقى اللي هي اي فيس سي تطلع كام؟ برضو 28% انجل كام؟ 83 و13 من 100 درجة أمبير خلاص تمام. نخش بقى على السؤال الثالث، السؤال الثالث بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول لك لدينا عمارة سكنية بها ثلاث شقق، يبقى في عمارة بها ثلاث أدوار خلاص، وكل شقة بيتم توصيلها على فازة مستقلة، ان انتوا عارفين طبعا في العمود بيبقى فيه ثلاث فازات، فخد فازه وصلها على الشقه الاولانيه وفازه وصلها على الشقه الثانيه وفازه الثالثه وصلها على الشقه الثالثه. ويمكن اعتبار الثلاث الشقق السكنيه ثلاثه احمال متساويه، يعني الاحمال بتاعتهم في الثلاث شقق متساويه، وتم توصيل الثلاث احمال مع بتوصيلة ايه النجمه بمصدر جهد ثلاثة فاز له جهد الخط كام؟ الفيلاين طبعا حددها لك خلاص، يبقى الفيلاين بكام هنا؟ 240 فولت، وتستهلك العمارة كلها كام؟ قدرة فعالة بتساوي كام؟ بي كام؟ عطالك 5 كيلو وات، ولها معامل قدرة 6 من 10 ايه باور فاكتور ايه كوزين فاي. عايز يحسب الآتي بقى، عايز يحسب ايه؟ أول حاجة ممانعة كل شقة سكنية كل حمل، يعني عايز يحسب الزد ال بتاعت كل شقة، يعني عايز يحسب الزد ال بتاعت الشقة الأولانية وزد ال الشقة التانية وزد ال الشقة التالتة. وعايز يحسب ايه تاني؟ القدرة الظاهرية التي تسحبها العمارة من شبكة الكهرباء، عايز يحسب القدرة الظاهرية التي تسحبها العمارة كلها في من شبكة ايه؟ الكهرباء اللي هي الاس. خلاص ماشي مع بعض السؤال التالت تمام. دلوقتي هنكتب ايه؟ اهم حاجة طبعا لازم نكتب المعطيات اللي هو عطانا في المسألة، عندك الفي لاين قلنا ب 42 فولت، والبي توتال اللي هي بتاعت الشبكة كلها كام؟ 5 كيلو وات، والكوزين فاي بكام؟ باور فاكتور اللي هو كام؟ 6 من 10.
طيب اول حاجه عشان نجيب الاي لاين لازم نجيب الاي لاين، يبقى نستخدم ايه القانون ده اللي هو بي 3 فيز بيساوي ايه جذر 3 في الفي لاين في الاي لاين في الكوزاين فاي. هنعوض تعويض مباشر، بي 3 فيز هو كام 5 كيلو وات، يبقى 5 في 10 اس 3 عشان تدي الكيلو بتساوي الجذر 30 زمية في الفي لاين، هنعوض عنها بكام ب 240 في الاي لاين هو عايزها لسه هنجيبها في الكوزاين فاي بكام وقعتها ب 6 من 10. يبقى عشان نجيب الاي لاين بتساوي ايه هنقسم اللي هي 5 في 10 أس 3 على القيمة دي كلها، اللي هي 5 في 10 أس 3 على جذر 3 في 240 في 6 من 10 تطلع كام 20 أمبير. واحنا طبعا دي حالة الأحمال هنا متوصلة ايه بتوصيلة ستار اللي هي النجمة، وعندنا في حالة توصيل الستار النجمة بيقول الاي لاين بيساوي الايه الاي فيز. طيب عندك هنا الفي لاين بيساوي ايه جذر 3 الفي فيز صح كده، عشان دي توصيلة ايه ستار. طيب ال V فيز يبقى بيساوي ايه V لاين على جذر 3، حلو قوي. طبعا يبقى هنا V فيز بيساوي ايه Z بتاعة اللود في ال I فيز، ده القانون اللي انت عارفينه هو زي القانون اوم، ال V بيساوي ال I في R تمام. ال R هي مثلا Z لود وال I هيبقى V فيز بيساوي Z لود في ال I فيز، يبقى منها Z لود بيساوي ايه ال V فيز على ال I فيز. طب هنعوض عنها تعويض مباشر، ال V فيز بيساوي ايه اهي الفي لاين على جذر 3، والفي لاين عطلنا بكام ب 240، يبقى 240 على جذر 3 على الاي فيز اللي هي بكام 20. طب ايه دي ايه الزاويه دي؟ الزاويه دي احنا دلوقتي هنفرض ان زاويه الجهد زاويه الجهد الفازه بزيرو اهي تمام، ناقص الناقص دي ايه بتاعت اللي هو المفروض يعني ان ذات لود بتساوي ال 240 دي على جذر 3 انجل زيرو بتاعت الجهد فرضناها على 20 انجل سالب باور فاكتور، سالب الزاويه بتاعت الباور فاكتور. ايه السالب ده؟ عشان اللاج، ان في لاج بينهم متاخره تمام. طيب عشان كده انا عملت ايه، عشان طالما في جسمه يبقى هاخد الزاويه اللي فوق دي اللي هي بتاعت الزيرو بتاعت الجهد هطرحها اللي هي الناقص دي الاشاره دي منين؟ سالب بتاعت الباور فاكتور، ادي السالب اهي وزاويه الباور فاكتور اللي هي كام، هنقول برضه شيفت كوزين ونحط الستة من عشرة تطلع كام 53.13% درجة. يبقى زيت لود هتطلع كام في الآخر؟ كام 6.93%، لو انت قسمته على القيمة دي هتطلع كام 96%، انجل كام هنا زيرو ناقص ناقص يبقى موجب، يبقى زيرو زائد 53.13% تطلع كام 53.13% اوم. يبقى بما ان الاحمال الثلاثه متساويه معنى كده ان ممانعة كل شقه من الشقق الثلاثه كام، هتطلع 6.93% انجل 53.13% امبير. يعني الزت ال بتاعت الشقه الاولانيه بتساوي الزت ال بتاعت الشقه الثانيه بتساوي الزت ال بتاعت الشقه الثالثه، هتطلع كام 6.93% انجل 53.13% درجه. طب نخش بقى على المطلوب الثاني اللي هو عايزه الاس تي بقى، هو عايز الاس تي، يبقى الاس تي بيساوي ايه البي تي في الكوزاين فاي. طبعا البي تي بكام ب 5 في 10 اس 3 في 6 من 10 في كوزاين فاي تطلع كام 3 كيلو فولت امبير. دلوقتي نخش على السؤال الرابع. السؤال الرابع بيتكلم بيقول لك ايه، بيقول لك لدينا برضه عمارة سكنية بها ثلاث برضه سكنية عمارة بها 3 أدوار، وكل شقة برضه يتم توصيل على فازة مستقلة، ويمكن اعتبار الثلاث الشقق ايه السكنيه برضه ثلاث احمال برضه متساويه، وتم توصيل الثلاث احمال مع برضه توصيل ايه برضه النجمه نفس برضه ايه يعتبر زي السؤال الثالث. بمصدر جهد 3 فاز له جهد برضه الفازه كام، هنا بقى ايه كان عاطينا الفي لاين في السؤال الثالث، هنا عاطينا الفي فيز بكام ب 208 فولت، وتستهلك العماره كلها قدره غير فعاله. انا قلنا هناك تستهلك عمارة كلها كام كان قدرة فعالة، اما هنا قدرة غير فعالة بالكيو عطانا كيو بكام ب 4800 فولت، هي المفروض فار تمام فار تمام، ولها معامل ايه القدرة كام 9 من 10، يبقى هنا الكيو 4800 فار ولها معامل قدرة 9 من 10. عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب ممانع برضو كل شقة سكنية، عايز زد ال، عايز زد اللود اللي هي بتاعت كل شقة تمام، والقدره الظاهريه برضو لا تسحب العماره من الشبكه، عايز برضو الاس توتال، وعايز التيار الخط المار في الحمل اللي هو الاي لاين، وعايز جهد الخط برضو الفي لاين. مع بعض نحل برضو السؤال الرابع.
تمام. برضو لازم نكتب برضو المعطيات. اعطيك برضو الفي فيز بكام؟ ب 208 فولت، والكيو توتر بكام؟ ب 4800 فار، والكوزين فاي بكام؟ ب 9 من 10. طب عندك انت عشان ايه التان فاي ده؟ ايه التان فاي دي؟ ادركت انتوا عارفين برضو مثلث القدرة، التان فاي بيساوي المقابل على المجاور، صح كده؟ بيساوي ايه؟ الكيو على التي. لو انتوا ذاكرتوا كويس مثلث القدرة تمام وشفتوا الشرح كويس، هتلاقوا ان المقابل بتاع الزاوية فاي كيو والمجاور بتاعها البي، يبقى منها البي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الكيو على التان فاي، وسطين في طرفين هتطلع البي بتساوي الكيو على التان فاي. الكيو بكام؟ ب 4800 على التان فاي. واحنا قلنا برضه عشان نجيب الزاوية فاي قلنا نعمل ايه؟ برضه شيفت كوزين، ونفتح هتفتح كوس 9 من 10 وتقفل الكوس تاني، هتطلع كام؟ 28.7. يبقى تان 28.7 درجة، هتطلع كام في الآخر؟ 9916 واط. يبقى عشان نجيب البي تطلع كام؟ يبقى البي طلعت كام؟ 9916 واط. طيب يبقى نستخدم برضه القانون اللي هو مين؟ بي 3 فيز. بي في 3 فيز بيساوي ايه؟ 3 في فيز في الاي فيز كوزين فاي. ليه استخدمنا القانون ده؟ احنا ما استخدمناش ليه جذر 3 في لاين اي لاين كوزين فاي؟ عشان هو عاطينا ايه؟ في فيز. برافو عليكم. عشان اعطينا الفي فيز يبقى هنجيب منها الاي فيز. يبقى احنا استخدمنا العلاقه دي عشان ايه؟ نجيب مين؟ الاي فيز. يبقى البي 3 فيز بيساوي كام؟ 9916 اللي احنا جبناها من التان فاي دي، تمام، بيساوي ايه؟ 3 في الفي فيز عطانا بكام؟ ب 208 في الاي فيز اللي هو احنا اللي هو عايزها واللي احنا هنجيبها في الكوزين فاي بكام؟ ب 9 من 10. يبقى عشان نجيب الاي فيز، الاي فيز بيساوي كام؟ 9916 على مين؟ 3 في 208 في 9 من 10 تطلع كام؟ 17.7 امبير، صح كده؟ يبقى 17.7 امبير. طيب عندك الفي فيز بتساوي ايه؟ احنا برضو خدناها برضو في السؤال الثالث، الفي فيز بتساوي الزت لود في الاي فيز. يبقى عشان نجيب الزت لود بتساوي ايه؟ الفي فيز على الاي فيز. برافو عليكم. ماشي، الفي فيز بكام؟ ب 208. وقلنا هنفرض ايه؟ الزاويه بتاعتها انجل 0، نفرضها انجل 0. طيب يبقى نفرض زود الجهد بزيرو. طب الاي فيز بكام؟ ب 17.7. طب ايه الانجل دي؟ انجل سالب الباور فاكتور، ده قانون، انجل سالب الباور فاكتور، يبقى السالب هتنزل، والانجل بتاع الباور فاكتور بكام؟ بتسعة وكام؟ ب 9 من 10. يبقى هنقول برضو شيفت كوزين 9 من 10 تطلع كام؟ تطلع 25.84 درجة. باستخدام الآلة الحاسبة نقسم دي على دي تطلع كام؟ 11.75 انجل كام؟ دي تطلع طبعا من فوق، يبقى سالب سالب تبقى ايه موجبة؟ تبقى 25.84 درجة اوم. يبقى كل شقة بتكون المومنت عليها كام؟ 11.75. دي القيمة ايه؟ يعني الثابتة بتاعتها، والزاوية بتاعتها كام؟ 25.84 درجة. خلاص. طب عشان بقى نجيب المطلوب التاني اللي هو عايز، يبقى عندك برضو من مثلث القوى عندك الكيو برضو بيساوي ايه؟ اس في ساين فاي. عشان نجيب اس بقى بيساوي ايه؟ الكيو على الساين فاي. يبقى الكيو هو عطانا بكام؟ ب 4800 على الساين فاي بكام؟ الفاي هنقول برضو هنقول شيفت وساين 9 من 10 تطلع كام؟ 28.7. يبقى ساين 28.7 يبقى تطلع دي بالاله حاسب تطلع كام؟ 11.016 تمام كيلو ايه؟ فار، كيلو فولت امبير، كيلو فولت امبير. يعني انت عارفين الامبير انت باور اللي هي رمزها اس، وحدتها كام؟ فولت امبير. خلاص. طيب وعندك طبعا في حال توصيل النجمه قلنا بيكون ايه؟ الاي لاين بالاي بيساوي الاي فيز بيساوي كام؟ 17.7. عشان احنا جبنا الاي فيز بكام؟ 17.7، يبقى الاي لاين بتاعها بكام؟ برده ب 17.7. يبقى عشان نجيب الفي لاين اللي هو المطلوب الاخير اللي هو كان عايزه، بيساوي قلنا الفي لاين في حال توصيل النجمه بيساوي الجذر 3 في فيز. برافو عليكم. يبقى الجذر 3 بيساوي الجذر 3 في الفي فيز هنعوض بكام؟ بقيمتها ب 208 تطلع كام؟ 360 فولت. دلوقتي تعال نشوف مع بعض السؤال الخامس، وده السؤال الأخير. بيتكلم بيقول لك إيه؟ لدينا عمارة سكنية بها 3 شقق برضه سكنية، وكل شقة يتم توصيلها برضه على فازة مستقلة، ويمكن اعتبار برضه الـ3 شقق كام؟ برضه السكنية 3 أحمال إيه؟ برضه متساوية، وكل حمل بقى هنا بقى أعطيك هنا بقى إيه؟ الزت لود بكام؟ ب10 زائد جي 16، يعني قيمة حقيقية وقيمة تخيلية.
وهنا وتم توصيل الثلاث احمال معا بتوصيلته برضو النجمة بمصدر جهد 3 فاز، لها جهد الفازة بكام؟ يبقى الفي فيز بكام؟ ب 220 فولت. عايز يحسب ايه؟ القدرة الظاهرية برضو لتسحاب العمارة من شبكة كهرباء، عايز يحسب الاس، وعايز يحسب برضو تيار الخط الاي لاين، وعايز يحسب برضو جهد الخط اللي هو الفي لاين. يعني عايز يحسب الاس، وعايز يحسب الاي لاين، وعايز يحسب الفي لاين. ندخل في حل السؤال الخامس. دلوقتي انت هو عطيك ايه؟ مش كان عطيك معطى الزد ال بتساوي 10 زائد جي 16، يعني قيمة حقيقية وقيمة تخيلية. طب دلوقتي القيمة الحقيقية والقيمة التخيلية دي انا دلوقتي هتبقى صعب عليا في الحسابات، وان انا بحسب والكلام ده كله لما اجي اقسم واضرب والكلام ده كله. فانا عايز اعمل ايه؟ عايز احولها لقيمة قيمة ثابتة وزاوية. يبقى عايز احولها لايه؟ قيمة ثابتة وزاوية. اعمل ايه؟ حضرتك هتمسك الآلة الحاسبة، تمام؟ اهم حاجة لازم تحولها لايه؟ لازم تحول الحاسبة لكومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ يعني فيها قيمة تخيلية. فانت هتعمل هتدوس على زرار المود، بعد كده تختار رقم 2 اللي هي سي ام بي ال اكس. خلاص، دي كومبلكس، دي اختصار كومبلكس. وبعد كده حضرتك هتكتب ال10 زائد جي. الجي ده هتلاقيه فين؟ الزرار الجي ده هتلاقيه عند اي ان جي. يبقى اول ما تدوس على زرار الاي ان جي، تمام، هتظهر لك الجي. بس المفروض هتكتب ايه؟ ال16 الاول بعد كده الجي. يبقى تكتب 10 زائد 16 الجي، دي في الآلة الحاسبة. هتدوس يساوي، فأول ما تدوس يساوي هتظهر لك ايه؟ برضو 10 زائد 16 جي. خلاص. طب انت عشان تحولها بقى لقيمة وزاوية تعمل ايه؟ هتعمل شيفت 2، يبقى تدوس شيفت وبعد كده رقم 2، وبعد كده هتظهر لك 4 اختيارات. حاجة اسمها اي ار جي، وبعد كده في حاجة اسمها سي او ان جي، وبعد كده في رقم 3 اللي هي ار، بعد كده انجل سيتا، وبعد كده 4 اي زائد بي اي جي. خلاص. طب لا، احنا هنختار برضو رقم مين؟ 3، عشان احنا عايزينها هي قيمة ريال، يعني ايه ار ريال وزاوية معاها، قيمة حقيقية وزاوية. فهندوس رقم 3، هيظهر لنا كده كلمة ايه؟ انس، بعد كده ايه؟ ار انجل سيتا اللي هي اخترناها، وبعد كده ندوس كلمة ايه؟ يساوي. اول ما ندوس كلمة يساوي هتظهر معاك القيمة كام؟ 2 جذر 89 انجل 57 و99 من 100. فطبعا انت عايز ايه؟ يعني تشيل القيمة اللي هي 2 جذر 89، فانت هتدوس على زرار اللي هو اس سهمين ده دي، هتظهر لك كام؟ 18 و86 اللي هي 87 من 100، انجل كام؟ 57 و99 اللي هي كام؟ 58 درجة. يبقى شوف، يبقى دلوقتي القيمة دي التخيلية دي اللي هي قيمة حقيقية زائد قيمة تخيلية، عايزاها قيمة ثابتة مع زاوية. أكيد دي طالما حولناها لقيمة ثابتة وقيمة زاوية، سهل جدا إن احنا نتعامل معها ونضرب ونقسم ونحسب القيم بتاعتنا احنا بطريقة سلسة ومباشرة جدا. خلاص. طيب الفي فيز برضه عطانا بكام؟ ب 220. طبعا عشان نجيب الاي فيز يبقى الفي فيز على الزيت لود، صح كده؟ طيب يبقى ال 220، يبقى الفي فيز هنعوض عنها ب 220، والزيت لود هنعوض عنها ايه؟ بالقيمه والزاويه دي اللي احنا طلعناها دي اللي هي 18 و87% انجل 58، هتطلع كام؟ 1.06 انجل كام؟ سالب 58. طبعا الزاويه دي هتطلع فوق بكام؟ بالسالب طبعا. خلاص. وبرضه هنفرض زاويه الجهد برضه بزيرو، يعني زيرو، يعني زيرو ناقص 58 هتطلع كام؟ سالب 58 درجة. خلاص. طيب طبعا احنا عارفين التوسيط الاحمال النجمة، يبقى نقول الفي لاين بتساوي ايه؟ جذر 3 في فيز، هتساوي الجذر 3 في ال 220 هتطلع كام؟ 381 فولت. يبقى الفي لاين بكام؟ ب 381 فولت. طب عندك برضو الاس، عايز الاس، الاس بتساوي كام؟ بتساوي البي في الكوزين فاي ده من مثلث القطرة. طب عشان نجيب الزاوية بتاعت الباور فاكتور، الفاي باور فاكتور بتساوي ايه؟ برضو الزاوية بتاعت الفولت ناقص الزاوية بتاعت التيار. زاوية الفولت بكام؟ بزيرو، وزاوية التيار بكام؟ بسالب 58. اهي جبناها بتاعت الاي فيز اللي احنا طلعناها، يبقى زيرو ناقص ناقص 58 تطلع كام؟ 58 درجة. يبقى كوزين فاي بكام؟ عشان كل ده عشان نجيب كوزين فاي، يبقى كوزين فاي بتساوي كوزين 58 هتطلع كام؟ 53 من 100. يعني كوزين فاي كلها تطلع كام؟ 53 من 100. يبقى نقدر نعوض بالقانون اللي هو ده، بي 3 فيز بتساوي 3 في فيز في الاي فيز كوزين فاي. واحنا قلنا ليه عرفنا استخدمنا القانون ده؟ عشان اعطينا مين؟
ال V phase يبقى بتساوي 3 في 220 اللي هي ال V phase. في ال I phase اللي احنا طلعناها بكام؟ 1.06. طبعا مش هناخد الزاوية في حالة الباور، مش بناخد زاوية في حالة الباور، بنيجي نحسب باور كام ده كله مش بناخد الزاوية خالص، بناخد القيمة الريال بس الثابتة. تمام، في كام كوساين فاي عوضناها بكام؟ ب 53%، طلعت كام؟ 370.788 وات. خلاص، يبقى عشان نجيب بقى الاس، يبقى الاس بيساوي ايه؟ تساوي 370.788 في بوينت اللي هي كام، في كام 0.53 اللي هي 53%، اللي هي كام كوزين فاي. يبقى احنا عشان نشوف، عشان نجيب الاس لازم نجيب مين؟ البي، وجبنا احنا البي اهي بالعلاقه دي، وادي عندنا كوزين فاي. يبقى جبنا الاس ضربناها تعويض مباشر على طول، 370.788 في 53%، طلعت كام؟ 196.5 فولت امبير. يبقى القدره الظاهريه بتاعت العمارة كام فولت؟ كام؟ 196.5 فولت أمبير. خلاص، وبكده انتهينا من حل شيت القدرة بتاع نظام 3 فاز، ويا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب تكونوا فهمتوا يعني مني يا رب إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق والسعادة دايما يا رب إن شاء الله، ونشوفكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.